موكينو تكنولوجي. طبعا ما ينفع نتكلم عن اليابان ونسوي رحلة كاملة عن اليابان دون طرح موضوع التكنولوجيا. دائما لما الواحد يقول يابان يجي على باله على طول تكنولوجيا، فهنخصص حلقة واحدة بس على التكنولوجيا، لأنه هدفنا من الرحلة بشكل عام هي أخلاقيات اليابانيين أكثر من التكنولوجيا. فنعرف أعزائي وعزيزاتي المشاهدين آخر ما توصل إليه اليابانيون من اختراعات في كوكب اليابان. أيوة، اليوم يوم في حياة جوال في اليابان. طبعاً الجوال يستخدم لكذا شيء، ممكن يستخدم اتصال، ممكن يستخدم SMS، ولكنه في اليابان ممكن يستخدم لشيء آخر. خلينا نديكم 5 ثواني، الجوال ممكن يستخدم ليش كمان؟ دخلنا دحين زيمون، في مطاعم وفي بقالات. دحين ندخل بقالة. فأنا دحين أبغى نشتري الأشياء دي. نسيت المحفظة. معقولة؟ نرجع نجيبها. ما عندي فلوس. موبايلك فين؟ موبايلي هنا. نشتري بالموبايل. نشتري بالموبايل. نشتري بالموبايل. حاضر. ثانك يو. الله 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 الله. يا سلام. يعني الواحد يمشي من غير محفظة في البلد دي. طيب اخويا عم. تبغى فرنش فرايز؟ هاي. نعم. تواني كل يوم انسى محفظتي، انا عارف. عمرو عطشان، نجيب لك مويه. في عندهم فندنج ماشين. الجوال انه يقرمش. اتفضل يا اخوي عمرو. ربنا يخليك يا اخوي. وأيضا الحرص الشديد على الوقت، يمكن هذا سبب ثالث لاختراعهم هذا الأمر، أنهم شديدين جدا في الاهتمام بالوقت، وأنه ما يضيعوا الوقت، وأنه كيف ممكن يسووا أي عمل بوقت أسرع وأقصر. فبرضو ليه أروح ATM ماشين وأسحب فلوس وبعدين أدفع له وبعدين يرجع لي الباقي؟ هذا الوقت كله مهدر ليك أنت أنك تسحب فلوس وتدفع، ومهدر لأصحاب المحل أنه يرجع لك الباقي. كل الوقت هذا يوفر بهذا الاختراع البسيط. طيب وصلنا، طلع طبعا الرسيت. أريغاتو. شكرا. موزاكي سان هو اللي صلفنا جواله. Thank you very much. أريغاتو. الجوال في خدمتكم من طوكيو. أريغاتو سوغوي. أريغاتو. Thank you very much. بعض الناس حتقول يعني طب إيش أهمية التكنولوجيا؟ والتكنولوجيا مهمة لأنها من باب عمارة الأرض ومن باب تسهيل حياة البشر. فمن أهداف المسلم المفروض على الأرض أن يخترع اختراعات تسهل من حياته ومن حياة غيره. هذا من باب خلافة الناس في الأرض. يعني الأمور اللي شفناها هذه تسهل حياة الإنسان، وإذا اخترعها المسلمون تسهل حياتهم، تختصر من أوقاتهم، فيستخدموا أوقاتهم في أمور أخرى وهكذا. فدعوة إلى المسلمين أن يخترعوا. ما ينفع أنه اليابان عدد الاختراعات اللي تقدم سنوياً تقريباً 500,000 اختراع تقدم في مكاتب الاختراعات. 500,000 اختراع. تعرفوا كم في العالم العربي كله كم اختراع في السنة؟ 300 اختراع. 600 ضعف الفرق بيننا وبينهم. ما ينفع. وهذا ليست مشكلة عقول. العقل الياباني والعقل العربي ذكرناها كذا مرة، نفس الذكاء، لا يوجد عندهم ذكاء خارق، ولكن البيئة تساعد على الإبداع، النظام يساعد على الإبداع. الإبداع يبدأ من الأسرة، فالأسرة تساعد وتشجع الأطفال أن يبدعوا، المدرسة تشجع الأطفال أن يبدعوا، مش تكبت. في بيئات تكبت الإبداع كابتن. لو الواحد الشاب في ذرة خير، البيئة تطمس هذا الخير مع الأسف. وما حتكلم عن تفاصيل، كله لبيب بالإشارة
يفهمه. عبارة في المستقبل. I will demonstrate this future section. In this future section, I would like to show you the life wall, the future television. First of all, I would like to show you the dynamic images coming from the entire wall. Please enjoy it. البروجيكتور خلف الحيط اللي بيطلع الصورة اللي شفتوها دوبكم. So now let's take a look at some of the things that we can do with it. Okay. With this live wall, we can watch the videos in the very wide size. So for example, if I move, the video follows me. And if I move away from the screen, the video gets larger. And if I get closer to the screen, the video now gets smaller like this. And now let's choose these books. And now this no. is the home library. This is nice. This is very and nice. And for today, let's take a look at this animal picture book. With this life wall, we can create our own original animal picture book by choosing our favorite animals. And the life wall can be operated from this table too. Yeah, yeah. Please. Sure. Even if they don't capture me in the camera, no problem. Okay. Yeah. Okay, so at first, please place your hand over the table. Here? Mm-hmm. If you like that cheetah, please tap it, tap the table. If you slide it, you can turn a page though. Like this. Oh, I turned the page now. You just turned a okay, page. A giraffe is good. So what do I do now? Okay. And then now tap it. Yes, here you go. Okay. شوف لاحظوا الحركة اليد بس تختار شيء بعدين تضغط. Please touch it with your index finger. And then just slide it. Wow. Now let's display these animals on the entire wall. I love the bookstore. Yes. I love the bookstore. Can I try this? Yes. I don't like the time. Look, so I like to change my... change yeah, that's more elegant. أظنها كبيرة عليكم. تبغوا نصغر لكم هي شوية علشان... سوغوي in Tokyo. Very nice. في المستقبل هذا حيكون الكمبيوتر كمان هنا الكيبورد كذا وتشغل الكمبيوتر حقك على الحيط. لا تتوقعوا انه غزو العالم فقط في بالأسلحة، هذا كلام قديم. الآن البلاد تغزو العالم بالفكر وبالاختراعات وبالتكنولوجيا. اليابان ما عندها أسلحة أصلاً. تعرفوا بعد الحرب العالمية الثانية منعت أصلاً من صناعة السلاح، ومع ذلك غزت العالم. ما عندها قنبلة نووية، ما عندها جيش كبير يذكر، ومع ذلك غزت العالم. كيف؟ بالعلم والتكنولوجيا. أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أصبح طفلك اليوم جالس في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط قاعد يلعب بلاي ستيشن للعبة اخترعها واحد في اليابان. كل المفاهيم اللي موجودة في الفيديو جيمز اللي بيلعبها أطفالنا اليوم، كل المفاهيم والمبادئ اللي موجودة في الكارتونز. أنا تربيت في الثمانينات على جراندايزر والرجل الحديدي وعدنان ولينا، كلها اختراعات يابانية. تخيلوا لو أتقن وأبدع المسلمون في هذه المنتجات وصار في فيديو جيمز مخترعة من المسلمين والألعاب مغروس فيها مبادئ الإسلام والمسلمين، وتجد الياباني قاعد يلعب لعبة اخترعها المسلمون. هكذا تغزو العالم وهكذا تؤثر في العالم. فإن شاء الله كذا بعد كم سنة نشوف اليابانيين الأطفال والصينيين والأمريكان قاعدين يلعبوا بلاي ستيشن من اختراع أحد المسلمين، وقاعدين يلعبوا ألعاب تغرس المفاهيم والأخلاقيات الإسلامية العامة. Thank you.
الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى.